السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد الجزء الثاني من مراجعة المنهج كله. خدنا في الجزء الأول من أول المنهج لحد ما خلصنا الدالة التربيعية. النهاردة هنبتدي بدرس النسبة والتناسب وخاصية 5، وهناخد التناسب المتسلسل والتغير الطردي والعكسي كنا راجعناه قبل كده. هحط لك أهم الأسئلة برضو في الفيديو ده. في درس النسبة يا أستاذ أهم أسئلته كانت إيه؟ كان فيه يا أستاذ أسئلة كلامية، وكان فيه يا أستاذ أعداد أو مجاهيل يطلب النسبة ما بينهم، أو كان ممكن يديني النسبة ما بين عددين ويعوز قيمة حاجة. المهم أول حاجة الأسئلة الكلامية كنا بنحلها إزاي؟ كان فيه فرق ما بين أوجد العدد أو عددان. كان في نوعين اتنين من الأسئلة كده، عاوز العدد الذي إذا أضيف إلى حدي النسبة، عدد هنرمز له بسين أضيف لحدي النسبة 7/11 كان الناتج 2/3. بس أنا ترجمت السؤال، كل اللي عليا إن هعمل وسطين في طرفين، 3 في س ب3 س و3 في 7 ب21، 2 في س ب2 س + 22. هنعد السينات مع بعض، س = 1. السؤال الثاني، عددان النسبة بينهم، ما يجي يقول لك عددين بتقوم جاي قايل له نفرض أن العدد الأول هو 3 س والعدد الثاني هو 7 س، النسبة بينهم يبقى 3 س ل7 س. إذا طرح من كل منهما 5 كان الناتج بيساوي 1/3. هعمل وسطين في طرفين، 9 س + 15 بتساوي 7 س - 5. هنعد دول بإشارة مخالفة، 2 س = 10 س = 5. يبقى أنا جبت العدد بـ5. طيب الأفكار التانية بتقول إيه؟ لو انا جيت قلت لك ان 2 س = 7 ص، خلي بال الناس كنا بنقول س/ص = 7/2، يبقى هنا 7/2 أس = 1. يعني ايه أس سالب؟ بيقلب اللي تحته، الأس السالب معناه معكوس ضربي. وكان ممكن يطلب منك س/ص ويديك معادلة عاوزة تتحلل زي دي كده مثلا، كنا بنسويها بالصفر وكنا بنعمل تحليل 2 س في 2 س، 9 3 في 3، الأخير موجب الاتنين بياخدوا إشارة المنتصف، ومنها 2 س = 3 ص، س/ص = 3/2. شوف أمثلة كمان، النسبة بين مساحة مربع طول حرف لام ومربع طول حرفه 2 لام، بنحل دي ازاي؟ عايز النسبة في المساحات، طب ما نجيب لك مساحة المربع الأول. مساحة المربع الأول لام أس 2، والمربع الثاني طول الضلع في نفسه 4 لام أس 2، بعد الاختصار طلعت 1/4. المسألة الثانية، أوجد الرابع المتناسب. جينا هنا حطينا س، وقلنا يبقى 4/12 = 16/س، ده كان اسمه أول، تاني، تالت، هنا كده الرابع. وكنا بنعمل وسطين في طرفين، بعد الاختصار دي 3 يبقى س = 48. في السؤال ده من خواص النسبة يا أستاذ لو ضربت حاجة تحت لازم تضرب زيها فوق، إنما ما ينفعش أوزع أسس، يعني محدش يقول انها تبقى ألف زائد ب كل أس 2، خطأ. هنا دي تعتبر ألف في ألف، يعني الألف ده ضربه هنا في ألف يبقى لازم يضرب فوق في ألف، تبقى ألف تربيع زائد ألف باء. ألف عباء ب3/5 يبقى 7 ألف + 9 باء على 4 ألف + 2 باء. ألف بتساوي 3 م، ب بتساوي 5 م، يبقى 7 في 3 م + 9 في 5 م على 4
في 3 ميم زائد 2 في 5 ميم، 21 ميم زائد 45 ميم على 12 ميم زائد 10 ميم، يبقى النتيجة 66 ميم على 22 ميم بتساوي 3، يبقى النتيجة طلعت 3. الدرس اللي بعده يا أستاذ كان على خاصية 5 والتناسب. إذا كان ألف على 2 بيساوي ب على 3 بتساوي جيم على 4 بتساوي 2 ألف ناقص ب زائد 5 جيم على 3 سين أو جيت سين، اتفقنا؟ بنروح على طول للمطلوب، أنت هنا عاوز هنا بنشوف عمل إيه في النسبة اللي كانت موجودة. ده الألف ضربها في 2 يبقى الضرب حدّي النسبة الأولى في 2، والب ضربها في سالب غير إشارتها، فإحنا ما بنقولش إيه بالطرح، بنقول بضرب النسبة التانية في سالب 1، وبضرب النسبة التانية في سالب 1، وعمل إيه في التالتة؟ الجيم ضربها في 5 بضرب حدّي النسبة التالتة في 5، بقت ايه؟ بقت 2 ألف على 4 لما ضربنا الأولى في 2 والتانية نضربها في سالب 1 يبقى سالب ب على سالب 3، والتالتة ضربناها في 5 بقت 5 ج على 20. هنعمل ايه يا شباب؟ هنجمع بقى النسب التلاتة بجمع النسب التلاتة، بقت 2 ألف زائد سالب ب بسالب ب زائد 5 ج على 4 زائد سالب 3 زائد 20 بتساوي إحدى النسب، أي نسبة منهم، فأنا هساويها بالنسبة اللي فيها مجهول. اللي فوق زي بعضه يبقى أنا هاخد اللي تحت أساويه بعضه، تبقى 3 س بتساوي 24 ناقص 3 ادتني 21، نقسم على 3 يبقى س بتساوي 7. يا رب تكون الفكرة دي واضحة لحد دلوقتي. هنحل يا شباب دي ازاي؟ سهلة مفيش فيها حاجة. عمل ايه؟ ده هنا في س ما ينفعش اقول هضرب الصاد في 2 لانها مش نسبة لوحدها، فنبص على النسبة الأولى والتانية نشوف جمعهم طرحهم ضرب حاجة. هنا ما ينفعش تاني بقرر، ما ينفعش أقول هضرب الصاد في 2، ما هو زي ما هتضرب الصاد لازم تضرب السين لأن كلهم نسبة واحدة، تمام؟ فأنا هقول له ده أنت جمعت، لأن سين ما فيش إلا سين واحدة وصاد وصاد 2 صاد وعين، يبقى بجمع مقدمات وتوالي النسب الأولى والتانية بقت س زائد ص زائد ص زائد ع على 19 زائد 7 بتساوي س زائد 2 ص زائد ع على 26، دي بتساوي إحدى إيه يا شباب؟ إحدى النسب. يعني إيه إحدى النسب؟ يعني نسبة منهم. طب كويس، التانية المطلوب التاني عمل فيه إيه؟ بناخد الفرع التاني ده، ماشي، مفيش الا س وعين، يبقى شال الصاد، يبقى لازم اطرح عشان اشيل الصاد. طب انا اشيل الصاد ازاي؟ شوف هو غير اشاره ايه؟ العين؟ يبقى انت هتضرب دي في سالب، يعني هتغير كل الاشارات، يبقى الضرب حدي النسبه الثانيه في سالب 1 وجمع الاولى، بقت س زائد ص ناقص ص ناقص ع لأن غيرت كل الإشارات على 19 ناقص 7، بقت س ناقص ع على 12 بتساوي إحدى النسب. طب ما دي يا أستاذ كانت بإحدى النسب ودي بإحدى النسب، طب ما نساويهم ببعض بقى طالما الاثنين بيساووا إحدى النسب. إحدى النسب يعني أي واحدة من دول، س زائد 2 ص زائد ع على 26
بتساوي س ناقص ع على ال 12. ممكن لو ده يقبل القسم على رقم وده بيقبل القسم على نفس الرقم يقسمهم عادي. يعني 12 على 2 فيها كام؟ فيها 6. 26 على 2 فيها كام؟ فيها 13. وهذا مطلوب إثباته. ده اللي لقمة كان عاوزه. السؤال ده يا أستاذ بيحير الطلبة قوي مع إنه سهل. المطلوب الأولاني يا مستر سهل، المطلوب التاني بنتوه فيه شوية. إحنا معاك في المطلوبين. أول حاجة عمل إيه؟ هو يا أستاذ ده بيقول لك اثبت إنها باتنين، يعني شال السين والصاد والعين. طب كويس، العين نشيلها إزاي؟ مش لو جمعنا؟ يبقى بجمع مقدمات وتوالي النسب التلاتة. شوف كده، بقت صاد زائد سين زائد سين زائد صاد على سين ناقص عين زائد صاد زائد عين بتساوي سين وسين اتنين سين، صاد وصاد اتنين صاد. العين دي راحت، اتبقى سين زائد صاد. احنا لو خدنا اتنين مشترك ايه اللي هيحصل؟ هيبقى هنا س زائد ص على ايه؟ على س زائد ص. طب ما دول راحوا، يبقى الناتج طلع باتنين. يبقى انت جبت له ان كل النسب دي بتساوي اتنين. برضه مش فاهم، احنا جمعنا النسب التلاته، مش بجمعهم بتساوي احدى النسب؟ يعني بتساوي دي او دي او دي. طيب احنا طلعناها ان كلها بتساوي اتنين، ما هي دي برضه إحدى النسب. تمام، عاوزين بعد كده س لص لعين. أنت طلعت يا أستاذ إن س على ص دي باتنين، ما هو ده نسبة هتساوي الاتنين. نفس الكلام س زائد ص على عين هتساوي برضه الاتنين. هنجيب إما من هنا الس بتساوي اتنين ص، هات برضو إما من هنا إن س زائد ص بتساوي 2 عين. طب ما الس بكام؟ الس بتساوي 2 ص، يبقى 3 ص بتساوي 2 إيه؟ عين. يبقى ص على عين بكام؟ ص على عين، مش هرجع فاضي، ص على عين 2 على 3. تمام، فاكر بقى في الابتدائي كان يقول لك لما تكون عاوز س لص لعين وكانوا نسبتين مختلفتين تقوم كاتب السين باتنين والصاد بواحد في النسبة الأولى. في النسبة التانية اللي هو السطر الأول ده كده أنت كتبت اتنين وواحد، في النسبة التانية الصاد باتنين ودي تلاتة. وكنا بنعمل حرف الإن كده، دول في بعض كده، اتنين في اتنين بأربعة، واحد في اتنين باتنين، الواحد في تلاتة بتلاتة، يبقى النسبة أربعة لاتنين لتلاتة. هي إيه أفكار الدرس كلها؟ درس التغير الطردي والعكس ده يا أستاذ فيه ست أنواع من الأسئلة زي ما أنت شايفهم كده. نوع يديني التغير اللي هو العادي خالص، سواء كان طردي سواء كان عكسي، ويطلب منك العلاقة وبعد كده يطلب منك مجهول. النوع اللي زيه بتبص تلاقي اداك معادلة واداك علاقة. هنا الفكرتين دول بيتكلموا عن ايه؟ ده عن التصفية. فلما اجي اصفي هنا هضطر احلل. شوف الفرق ما بين دول، عاوز يثبت التغير، هنا هو مديك التغير وعاوز القيم. دول يا شباب افكار الدرس. فكرة تبص تلاقيه هو بيديك التغير وعايز العلاقة. الفكرة الصعبة بتاعتها ان تبص تلاقيه مديك معادلة ومديك تغير وعاوز العلاقة. هنا يا أستاذ عاوز يثبت التغير. عشان يثبت التغير في ثلاث أنواع، لإما يديك علاقة كده تصفيها، معادلة تصفيها، لإما يديك معادلة عايزة تتحلل،
لا اما يديك جداول. واخر حاجه السؤال الكلامي اللي ممكن يجي على الدرس ده، هي دي افكار الدرس باختصار. افكرك على السريع كده كنا بنحلهم ازاي. اول واحده س بتتغير مع ص، كنا بنشيل التغير ونحط يساوي م. هنبدل الس بتلاته ونبدل الص باتنين، يبقى الميم طلعت بتلاتة على اتنين، بقت العلاقة ايه؟ ص بتساوي تلاتة على اتنين س. قال لك طب حط لي بقى الص بخمسة وشوف لي الس بكام. دي كده يا شباب العلاقة، هنبدل الص ونحط خمسة، يبقى خمسة بتساوي تلاتة على اتنين س، وسطين في طرفين، يبقى الس بعشرة على تلاتة. كان في ناس عندها رأي تاني، كانوا بيحلوها بشكل تاني. المطلوب الأخير ده بالذات كانوا يقولوا إيه؟ لو ده تغير طردي يبقى س الأولى على س التانية بتساوي ص الأولى على ص التانية، تمام، بس خلي بال الناس لو الص أس 2 يبقى لازم تكون أس 2، لو عليها جذر يبقى لازم تكون عليها جذر. طب الفكرة اللي زيها دي يا أستاذ؟ ديت يا باشمهندس انت بتترجم التغير. احنا قلنا ان ده ص بتساوي م على س اس 2، وهنا يبقى م على س اس 2 بتساوي ا ناقص 9. كنا بنترجم التغير وبقوم مبدله وحاطط قيمته في المعادله، لقيته مديني الالف ب 18 والسين، انهي واحده من دول اللي فيها الف وسين؟ دي، يبقى انا هشتغل هنا. يبقى م على س اس 2 بتساوي ا ناقص 9. قال لك حط الالف ب 18 وسطين في طرفين، يبقى م بتساوي دول 9 في 4 9 طلعت بكام؟ ب 4. بقت العلاقه ما بين س وص ايه؟ العلاقه بين س وص ان انا جبت الميم باربعة، يبقى ص بتساوي اربعة على س اس اتنين. طيب النوع التاني يا استاذ من الاسئلة اللي هو عاوز يثبت التغير، هنا هو مديني التغير، هنا عاوز يثبت التغير. قلنا له احنا بنعمل وسطين في طرفين بنصفي السؤال، دي تعتبر على واحد، واحد في أي حاجة هي هيها، وهنا 3 س زائد 5 ص. هنجمع السينات مع بعض والصادات مع بعض، بقوا هنا 2 س، 5 س ناقص التلاتة اللي راحت لها بتساوي 8 ص. كنا بنشيل الأرقام اللي يساوي، أو ناس كانت تكتبها كده 4 ص، لما قسمنا 8 على 2 يبقى الس بتتغير مع الصاد. لأما السؤال ده يا أستاذ كنا بنثبته بالتحليل، كنا بنحلل س تربيع ص في س تربيع ص، الأربعة 2 في 2، الاتنين ياخدوا إشارة النص عشان الأخير موجب، ومنها س تربيع ص بتساوي 2، يعني س تربيع بتساوي 2 على ص. كنا بنشيل يساوي الرقم ونحط التغير، يبقى أنا قدرت أثبت إن س تربيع بتتغير مع 1 على ص تربيع. أو الشكل الثالث لإثبات التغير، إيه هو الشكل الثالث؟ إنه يديني جدول. كنت بحل الجدول ده بطريقين، لا إما أضرب الأرقام وتطلع ثابت، وكنا بنقول هنا ده تغير عكسي، لا إما أقسمهم ويطلعوا ثابت. فأنا هنا لما جيت أقسمهم لقيت 1 على 12 هي الس على ص، س على ص 4 على 48 اللي هي 1 على 12، 6 على 72 هي برضه 1 على 12، ده خلاص يبقى ده تغير طردي. بما ان س على ص بتساوي ثابت، يبقى الس بتساوي 1 على 12 ص، يبقى الس بتتغير طردي مع الص. كده العلاقة طردية. يبقى الثابت يا أستاذ اللي هو 1 على 12 هيبقى زي 2 على ألف، وسطين في طرفين، يبقى أ بيساوي 24.
المسائل الكلامية معظم الأسئلة اللي في الكتاب إن ما كانش كلها هو قايل لك نوع التغير في السؤال إيه. فرضا إنه ما ادانيش نوع التغير في زي مسألة زي دي كده، لازم حتة الفهم هنا يا باشمهندس تتحلى بيها. عمل يقوم بإنجازه سين عمال في زمن نون، أوجد العلاقة بين سين ونون. أنا عندي شغل، لو واحد عمله لوحده هيخلصه بسرعة أو في وقت قليل، ولا لما مجموعة تعمله مع بعض؟ لما مجموعة. يبقى معنى كده إن لو عدد العمال زاد الزمن هيقل، يبقى العلاقة دي عكسية يا أستاذ. يبقى السين بتتغير مع واحد على نون، يعني السين بتساوي ميم مع نون، السين بخمسة والنون بواحد، يبقى الميم طلعت بخمسة، يبقى السين بتساوي خمسة على نون. يا رب أكون قدرت أوضح لك إيه الفرق ما بين أنواع التغير. لازم تفتكر إن التغير بيمر بنقطة الأصل. نتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.